الخط الزمني. إيش نعني بالخط الزمني؟ أول شيء هذا الخط الزمني هو خط زي ما نقول في إدراكنا وفي وعينا، ما هو موجود بشكل مادي، ما هو خط وإحنا ماشيين فيه بشكل مادي، هو موجود في إدراكنا وفي وعينا وفي فهمنا، فهو موجود جوه، ما هو موجود برا، ما هو موجود في الواقع المادي، وإن كانت أثاره في الواقع المادي، لكن هو في الحقيقة موجود جواتنا في إدراكنا ووعينا. كيف ممكن أنت تعرف خطك الزمني؟ ببساطة أنك أنت أبسط شيء أنك أنت تقارن نفسك مع الأشياء والأشخاص اللي حولك، أو خلنا نقول عشان ما ترتبط بقضية أنك أنت بتقارن نفسك مع الآخرين، أنك أنت تتتبع قصتك من خلال القصص الموجودة في قصتك، تتتبع قصتك من خلال القصص الموجودة في قصتك. لا تروح بعيد، تروح آخر الدنيا وتشوف مثلا والله شخص مشهور على التلفزيون تقول خلني أقارن بين قصتي وقصته، لا لا مو بعيد، الناس اللي حاضرين في قصتك، انت وين؟ انت سابقهم ولا متأخر عليهم ولا ماشي مضبوط ولا ايش الوضع؟ ومن خلالها تستطيع انك انت تحدد هل انت مستعجل، هل انت محرق الطاقة، هل انت محرق بنزيناتك، بنزينك مخلص، ولا انت بطيء وتحتاج انك تتحرك، تحتاج انك تغير الموضوع، ولا انك انت ماشي صح وكل شيء ماشي كويس. واضفت اختبار برضو عشان يعني من باب انه ايش تصير تأكدت 100% انك انت يعني تتبع لنوع معين من انواع الخطوط. الخط الزمني دائما راح يعطيك رسائل، يعني من النوع الخط الزمني اللي دائما طوال الوقت يوريك انت وين طوال الوقت. ليه؟ لأن يعني أعمق حالاته مرتبط برسالة الروح، أعمق حالاته مرتبط برسالة الروح. Thank you. فعشان الشخص يؤدي رسالته محتاج يعرف إنه هو متأخر، هو مستعجل، هو ماشي صح مو ماشي صح. لذلك غالبية الناس عندهم رسائل الخط الزمني طوال الوقت. إذا شفت الإعلان اللي قبل شوي كنت أقول إنه هل تم استبعادك من المنصب؟ يعني كنت انت على اساس انك انت المرشح، على اساس انت اللي في الدور، مو مرات تصير في ادوار او مرات تصير في يعني فرصه متوقع مجموعه وانت اعلى واحد او الدور عليك او المتوقع الاعلى او المرشح الاكثر حظا، وبعدين فجاه تم استبعادك من القصه، تم استبعادك كذا فجاه، يعني ما كانك موجود، جابوا الأخير يعني أو جابوا اللي بعدك أو جابوا أحد أقل منك كثير. هل سبق أنها صارت لك؟ هذه إشارة، هذه لما تشوفها لازم تعرف أن إشارة خطك الزمني يعني متأخر في قصة قاعدة كذا، إيش تحاول يعني فيها عملية تعطيل. مرات أنت تستثنى من عطاء في العائلة، أوكي، توزيعات عائلية، يعني أبوك يوزع المجموعة بعدين يقول لا فلان ما يحتاج. ليه طيب؟ شنو أسوي لكم؟ ليش استثنيتوني من القصة؟ ما تدري يعني ما تتذكر أنك تهاوشت مع أبوك، ما تتذكر، يعني تعجز تحاول تفهم المنطق في القصة، تحاول تفهم يعني ماذا خلف تعجز تفهم كذا فجأة، يعني أو مثلا أمك توزع أو كذا فجأة يستثنونك، يطلعونك كنك يعني كنك منت من العائلة، كنك منت موجود، منت مري. معلش لما يصير كذا لازم أفكر هاي في رسالة على خط الزمني. أو مثلا أو تقول لأني أنثى، لا هذا فيها منطق عند الشخص اللي قسم التقسيم غلط، أوكي، بس هذه لما يكون ما في تفسير، يعني ممكن حتى خواتك الثانيات جاهم القسمة بس انت لحالك اللي ما جتك. برضو مثلا مرات انت تروح لغرفة الانتظار ودائما كل ما رحت على موعدك وانت تروح على موعدك، موعدك سليم وكل شيء سليم، ومع ذلك في كل مرة تنطق في غرفة الانتظار، كل مرة انت اللي تنتظر، كل مرة مع انك انت منضبط في المواعيد، مع انك كل مرة تروح ومحضر قبل وقتك ومع ذلك تقعد تنتظر في غرفة الانتظار ويأخرونك عن موعدك.
ويعني مو مرة ولا مرتين ولا ثلاثة تصير طوال الوقت تصير. يا ربي ايش فيهم هالناس؟ متى يفهمون انضباط المواعيد؟ متى يفهمون حقوق العملاء؟ متى يفهمون؟ متى يفهمون؟ وكل مرة يتأخرون عليك، سواء انت تنتظر خدمة عملاء، تنتظر احد يرد عليك بالخط، عفوا جميع المأمير مشغولون الآن، او يقولك والله انت العميل رقم 20 يعني بعد ساعتين الرد عليك. او تدخل غرفة الانتظار ولا قدامك هو غرفة الانتظار مليانة، يا جماعة انا موعدي الساعة 6، يقول معليش سوري يعني زحمة، وتعرف الطبيب مرة طبيب رائع وكذا، فمعليش استنى، وتنتظر تقعد تنتظر. فهي لا يعني لازم تنتبه، معليش انا جاي على موعدي، وكل مرة جاي على موعدي، ومع ذلك كل مرة ألقى مو بس عند هذولا ولا عند هذولا ولا عند هذولا، في أكثر من مكان وأوقات مختلفة وأزمان مختلفة، كل مرة ألقى هذا التأخير. فمعناها في أحد قاعد يقول لي انتظر انتظر انتظر، لا تستعجل، انتظر انتظر. فهي رسالة للخط الزمني، رسالة لأنه أنت مستعجل، لازم تهدي شوية. تقولك ممكن أكنسل الموعد. هو مرات الواحد يصير في موقف يقولك أنا كم صار لي من شهر ما أخذ الموعد، والطبيب جيد، ومتى يحصل لي هذا الموعد، ويلا خلني أغض الطرف وأغض النظر. يعني يلقى كذا يعني أشياء يعني مقنعة يخليه يغض الطرف عن الموضوع وينتظر. وفي النهاية يفكر يقول طب نفس الشيء، من الأسبوع اللي راح كنت في مستشفى ثاني وكان طبيب تعبان ونفس الشيء كان عندهم زحمة، وقبلها بأسبوعين كنت على الخط مع شركة من شركات الاتصالات ونفس الشيء تأخروا، وقبلها كنت في أتصل على صالون ما عندهم أحد وفاتحين لي موسيقى ومطنشيني. فالموضوع هو رسالة، يعني ما تقدر تهرب من الموضوع. بالضبط. طيب الخط الزمني مرات يكون اهميته عاديه، انه انت مرات تكبر الموضوع في خط زمني باعتبار انك دخلت في مقارنه اشبه ما تكون بالغيره ما بينك وبين الاخرين. ومرات تكون الموضوع الخط الزمني قد اشاراته او رسائله قد تكون اهم قصه في حياتك، باعتبار انه عندك رسالة روح تعطلت، فهو يتدرج. يعني ممكن يكون الموضوع انه انت غيران من فلان، فبالتالي ينحرق الموضوع، ينحرق لما تعدل المشاعر، فيكون الموضوع بسيط صغير يعني. ومرات الموضوع على مستوى الروح، انه انت ترى ما سويت رسالة روحك، ترى انت متأخر، ترى محتاج تتحرك، فتجيك الرسائل عشان تذكرك وتنبهك انه لازم تتحرك.